بهذا الفيديو أشرح لكم شلون تشغلون الماوس أو الفارة على الآيباد بنظام التحديث الجديد iOS 13. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظام iOS 13 راح ينزل للناس بشهر 9 مع مؤتمر إطلاق الآيفون الجديد. وبهذا التحديث صارت أجهزة الآيفون والآيباد تدعم الماوس وتدعم يدات البلاي ستيشن. اذا كنت بتعرف شلون تشغل يدة البلاي ستيشن على الايباد او على الايفون، في فيديو بقناتي انا مسوي اشرح فيه طريقة تفعيل يدة البلاي ستيشن على الايباد، وايضا مميزات التحديث الجديد iOS 13 انا مسوي له فيديوين. الفيديو الاول اكثر من 15 ميزة في iOS 13، والفيديو الثاني اكثر من 18 ميزة في iOS 13. تقدر تشوف هذه المميزات، لكن ما علمتكم طريقة تشغيل الماوس الفارة على الآيباد. وايد ناس سألتني هذا السؤال، فحبيت أسوي لكم الفيديو التوضيحي اللي راح يبين لك شلون تشغل الماوس، شنو الخصائص اللي موجودة عندك، شنو الماوسات اللي راح تشتغل إلى الآن، وشنو اللي راح تدعمها بالمستقبل. بالنسبة للمميزات اللي موجودة في iOS 13، أنا اكتشفت أن في 28 ميزة أنا ما تكلمت عنها بالفيديوين السابقين. فإذا كنت مهتم أني أسوي فيديو لل 28 ميزة اللي أنا ما تكلمت عنهم بالفيديوين السابقين، اكتب لي بالتعليق حتى أشوف إذا في طلب عليه راح أسويه إن شاء الله. وقبل لا ننتقل على الجهاز ووريكم الطريقة، لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لنا لايك على هذا الفيديو، وإذا كنت تحب تدعم قناتي لا تنسى تعلق أسفل هذا الفيديو. خلونا نشوف على الجهاز. من خلال تجاربي لاحظت ان الماوس اللي يكون بلوتوث دايركت يشبك على الجهاز الى الان ما تشتغل، ومتوقع انه يكون في تحديث راح يدعم هذه الميزة. مثل الماوس الخاص بشركة مايكروسوفت، الماوس يتعرف عليه ويشبك بلوتوث ولكن ما يشتغل كماوس، وايضا ماوس الماجيك ماوس الخاص بشركة ابل الى الان غير مدعوم بالايباد، ومتوقع انه ينزل تحديث ويشتغل بشكل مباشر بما ان الماوس هذا ولدهم. اللي اشتغل معي حاليا هي الأجهزة اللي يكون فيها وصلة USB، فراح تحتاج إلى وصلة إضافية مثل هذه الوصلة اللي أنا استخدمها ماركة ساتيتشي. مو لازم يكون نفسها الماركة، أي وصلة تكون من طرف USB Type-C ويكون فيها منافذ USB عادية، وعندي هني منفذ الـ HDMI أقدر أوصله دايركت على التلفزيون، ومن هذه الجهة أقدر أركب هني الشحن أو كيبل الإيثرنت، ومن هذه الجهة أقدر أركب الميموري الصغير أو الميموري الكبير ويتعرف عليه بالآيباد. فراح أوصل الحين هذه الوصلة، والماوس اللي أنا استخدمته شريت هذا الماوس، ماوس خاص بالألعاب. طبعاً أي ماوس يكون فيه وصلة USB راح يشتغل معاك. هذا هو الماوس، اخترت هذا الماوس لأن فيه أزرار إضافية غير الزر اليسار واليمين، فيه هني السكرولر الفرارة، وأيضا فيه هني أزرار إضافية، فخذيت هذا الماوس عشان أشوف إذا أقدر أبرمج هذه الأزرار على استخدامي على الآيباد أو لا. داخل العلبة تي هذه الوصلة اللي قلت لكم عنها إن لازم يكون USB عشان يشتغل معاك، فراح نوصل الحين هذه الوصلة في الجهاز اللي ركبناه. بعد ما وصلناه هني راح ندخل على settings الاعدادات، وبعدين راح نروح الى accessibility، وبعدين راح ندخل على touch اللي هو اللمس. الحين راح نشغل الماوس. لاحظوا ان حاليا اشتغل معي بشكل مباشر، لكن اذا ما اشتغل معاك لازم تشغل هذه الميزة اسمها assistive touch. اول واحدة تشغلها، وبعدها راح تدخل على الخيار الاول assistive touch، وراح تنزل تحت في شيء اسمه pointing device، وبعدين راح تشوف هني ان الجهاز اللي انت ركبته صار موجود بهذا المكان. فاذا اخترته راح يطلع لك بعض الازرار، تقدر تضغط على Customize Additional Buttons، يقول لك اضغط الزر اللي انت تبي تبرمجه. فانا عندي هني زرين فوق وتحت، راح اضغط على واحد فيهم، يقول لي تبي الزر هذا شنو يسوي بالضبط. فانا راح اختار هني Volume Up، واحد يرفع الصوت، وبعدين اسوي Customize مرة ثانية واضغط على الزر الثاني واقول له Volume Down، واحد يرفع الصوت وواحد ينزل الصوت. فالحين من خلال الماوس نفسه لاحظوا ان لو اضغط الزر اللي فوق قاعد يرفع الصوت والزر اللي تحت قاعد ينزل الصوت. من الشغلات اللي انا شفتها انك تقدر تروح على
شيء اسمه كيرسر. إذا دخلت على كيرسر راح تقدر تحدد حجم الدائرة اللي تطلع للماوس. ممكن أول ما تشغله تلقى الدائرة كبيرة بهذا الحجم، فأنت تقدر تصغرها إلى حجم الماوس. وبعدين عندك كلر هني، اللون راح تغير لون الدائرة أي لون أنت تبيها، فهو راح يكون على اللون الرمادي. أعتقد أنا راح أختار اللون البرتقالي، أو خلونا نحطه على اللون الأحمر. من الشغلات اللي لاحظتها ان هني في مكان التحكم بسرعة الماوس. اول ما شغلت الماوس لقيته بسرعة عالية، فلما اي احرك ماني قادر اثبت على المكان اللي انا ابي. تقدر تنزل السرعة من هني ويصير التحكم ممتاز على الماوس اللي موجود عندك. وعندك شغلة ثانية، هذا الخيار Always Show Menu عادة راح يكون مفتوح من نفسه، وراح تلاقي هذا الزر مع الأسيستف تيرتش يكون موجود بالشاشة. أنا عن نفسي شفت أن هذا الشيء يضايقني يأذيني، فشلته لأني ما أحتاجه حاليا. الزر زر الفرارة اللي أنا برمجته راح يرجعني إلى الهوم، ولاحظوا لو أضغط وأحرك يتحرك معاي. وأيضا الماوس هذا عبارة عن تاتش بالأصبع، نفس اللمس بالأصبع بالضبط، فلو رحت جهة اليسار فوق ونزلت للأسفل راح تطلع لي الإشعارات، لو رحت جهة اليمين وسحبت راح يطلع لي مركز التحكم. وأيضا لو كنت مشغل أي برنامج من البرامج ويت سحبت من الأسفل للأعلى، لاحظ أنه راح يطلع من البرنامج. طبعا لاحظت ان الاستخدام جدا ممتاز، ما في اي خلل، تقدر تسحب، تقدر تستخدمه ككمبيوتر. مثلا هنا انا قاعد استخدم برنامج مونتاج، وافضل برنامج مونتاج اذا تبون شرح عليه كتبوا لي بالتعليق. لاحظوا ان الاضافة والمونتاج جدا سهل. وايضا لو كنت باي صفحة من الصفحات او بالاعدادات واستخدمت الفرارة راح ينزل معاك شغالة الفرارة نفس الكمبيوتر. كل المميزات شغالة بالماوس بشكل ممتاز جدا. وكانت هذه الطريقة سهلة وبسيطة. إذا تشوف أن هذا الفيديو مفيد لا تنسى تنشره لأهلك وأصدقائك يستفيدون منه. نوصل للختام، وكان معاكم سيد محمد الهاشمي، مع السلامة.